أنا بحاول أضيف ويا ما أشار إليه الأخوان إن شاء الله أوفق في إضافتي، وأحاول أضيف نفس ما ذكر علي من ملاحظة. بخصوص حاول أتطرق في مداخلتي ما استطعت لتوضيح أمر لماذا يحاول النظام الخليفي استهداف سماحة الشيخ وتغييبه عن الساحة البحرينية. ربما أحاول أن أشير في هذا الجانب إلى إيضاح ما حاول علي أن يطرحه، بأن في تحركات النظام الخليفي لا تبعث على شيء من ما يحاول أن يبرزه من إبراز عضلاته أو التنمر من ورق وغيرها من أمور. جميع هذه الأمور في المحصلة تعكس هزيمة هذا النظام وثبات ونصر إن شاء الله للشعب البحريني. لماذا يريد النظام الخليفي تغييب الشيخ وأخذه عن الساحة؟ كما نعلم أن سياسة كل الأنظمة الدكتاتورية هي تستلهم حركات الاستعمار. الاستعمار في حركاته عندما أتى لكي يسيطر على عدة مناطق في العالم، أول ما يعمد إلى الفتنة الطائفية، ويعمد إلى موضوع التمييز، ويعمد أيضا إلى قمع كل الحركات السلمية المطالبة بالتحرر. لقد وجدنا مثلا في حركة غاندي عندما انطلق هذا الرجل العظيم في المطالبة بحقوق شعبه، بأن يمنع الضرائب وأن تمنع التمييز ضد أبناء شعبه، وأيضا أن يطالب برحيل الاستعمار الإنجليزي. ماذا فعل الاستعمار ضد حركة التحرر الذي قادها غاندي؟ الأمور أهم هذه الأمور هو موضوع الفتنة الطائفية. وجدنا المسلمين والهندوس قد اقتتلوا عندما غيب غاندي في السجن. بالتالي غرض أساسي من تغييب غاندي هي إشعال الفتنة الطائفية. لم يكن هناك شخص ملهم يقف ضد هذا المخطط. المخطط الاستكبار دائما يشعل الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. لهذا وجدنا تم تغييب غاندي في سنة 43 واشتعلت الفتنة الطائفية في نفس هذا العام. وعندما خرج غاندي عندما خرج نتيجة الضغط الشعبي أيضا، قد تفاقم الوضع كثيرا وفلت الأمور من الزمام إلى غاية ما رحل الاستعمار نتيجة استنزافه في الحرب العالمية الثانية. وبالتالي من هذا المشهد ومشاهد أخرى عديدة، لماذا أقدم النظام على تغييب رموز الثورة في بداية انطلاقها؟ الأستاذ عبد الوهاب حسين، والأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبد الهادي الخواجة، والأستاذ عبد الجليل السنقيس، والمشايخ الهامات والقامات مثل الشيخ عبد الجليل المقداد وغيرهم، كان يعتقد النظام في حساباته بأن تغييب هؤلاء الأفراد من الساحة سوف تصفى له الجو بأن يقضي على كل المجاميع الثورية التي كانت تتظاهر طوال شهر الثورة أو شهر انطلاق الثورة. ولكن بعد 7 سنين ماذا نرى؟ على الرغم تغييبهم عن الساحة بالسجن وبالأحكام الظالمة، وجدنا أن الساحة تمارس عملية الاحتجاج، والشباب الثوري يجدد نفسه بالنزول للساحات وفي الميادين، والمعارضة في الخارج تنشط للمطالبة والدفاع عن حقوق أبناء شعبها. المخطط طبعا فشل، وفشل معه أيضا بث الفتنة الطائفية، وفشل معه بأن يوصم أبناء الشعب البحريني بالانتماء للأجندة الخارجية. وبالتالي تغييب الرموز كان هدفه الأساسي هو أن يستفرد النظام بمرتزقته وقمعه وإعلامه وتضليله بالساحة لكي يحرفها عن مسارها، ومن ثم يستفرد بها بوأدها. إلا أن هذا المخطط قد فشل. الفشل الرئيسي سوف أذكره الآن هو وعي شعب البحرين الكبير بأن حراكه لا بد أن يكون سلمي، ولا يؤخذ إلى متاهات ما أخذت فيه الثورات الأخرى، ثورات الربيع العربي الأخرى، وتم القضاء عليها. أيضا هناك قيادة سياسية متمثلة في سماحة الشيخ حفظه الله، وقد لعب دور كبير في حفظ هذه الثورة وتحفيز أبناء الشعب بقدر ما استطاع من خطاب ومن توجيه، وما لعبه في الخفاء طبعا. وبالتالي النظام قد أدرك السر بأنه لن يستطيع حرف هذه الثورة مهما فعل من أكاذيب، نتيجة وجود القادة سواء على رأسهم سماحة الشيخ في الداخل، وأن غيب الرموز داخل السجن، ووجود وجوه المعارضة في الخارج التي دائما تصدح بصوتها وتخاطب أبناء شعبها. لهذا نجد النظام يستهدف كل صوت يقاوم أبناء الشعب.
عندما يغرد نبيل رجب في التويتر، وبالتالي يستهدف نبيل رجب لأن له دور ومؤثر في تحفيز الساحة وتوجيهها وأبعادها عن أي انحراف يبتغي النظام له ذلك. أيضا يغيب إبراهيم شريف لنفس السبب عندما يمارس أي دور بسيط في توجيه الساحة ورفضها. وبالتالي أي مواطن بحريني يلعب دور قيادي ودور توجيهي ضد مخطط النظام سوف يتم استهدافه. هناك خيار يطرحه النظام، أما السكوت والانزواء أو التغييب. لا توجد خيارات لدى النظام عديدة في هذا الشأن. يعني منهجية التغييب، كل الرموز والقادة هي منهج أساسي وأصيل، وقد ورثه من يخططون له في سياساته، ورثه من الاستعمار والاستكبار، قد مارسه في العديد من البلدان التي احتلها ومارسها ضد قادات التحرر وضد قادات الحركة الشعبية. وبالتالي ما ينهجه النظام من تغييب سماحة الشيخ عيسى قاسم هو الاستفراد، مزيد من الاستفراد بالساحة. لم يكفيه تغييب الرموز القادة الأبطال الذين راهن على ضعفهم وتعبهم وعجزهم ووجدهم صمود، ووجد النظام فشله في حرف الساحة، لأن هؤلاء الرموز قبل أن يغيبوا قد مارسوا دور التوعية لأبناء شعبهم وأن يكونوا ثابتين في المطالبة وفي النضال. أيضا الآن يريد النظام أن يراهن في تغييب سماحة الشيخ عيسى بتوجيه وكيل التهم المفبركة، تهم لم ينزل الله لها من سلطان. وبالتالي أراد من خلال هذه الفبركات أن يأخذ سماحة الشيخ إلى المحكمة ومن ثم إلى مشواره الأخير وهو مشوار التغييب. التغييب قد يأخذ سماحة الشيخ إلى السجن، وقد يأخذ إلى الإقامة الجبرية بعيدا عن منطقة سكني وهو الأرجح. عجز النظام طوال 9 أشهر الماضية أن يقدم على هذه الخطوة الكبيرة والحساسة نتيجة عدة أمور، ومن أهمها هو تحركات الناس واستعدادهم للغالي والنفيس الدفاع عن سماحة الشيخ لما يمثله من رمز وطني وديني كبير لأبناء الشعب البحريني. هذا جانب، والجانب الآخر هو ثبات سماحة الشيخ وعدم خضوعه لأي عملية ابتزاز وعملية مساومة وعملية تفاوض بأن يتنازل عن أبناء شعبه ويتركه للنظام لكي يصفيه ويصفي مطالبه. هذا أمر قد عجز عنه النظام في قبال الشعب وفي قبال الشيخ. الآن على ما يبدو أن ساعة تنفيذ هذا المخطط الإجرامي للنظام في ظل ما يتوافر له من أجواء دولية وانقسام حاد في المجتمع في الإقليم أن ينفذ هذا المخطط. هل ينجح هذا النظام؟ بالتأكيد لا. لقد عجز الاستعمار في الهند كما أشرت عن هذا المخطط الخبيث، وعجز النظام طوال 7 سنوات. النظام الآن باعتقال سماحة الشيخ يكشف عدة أمور سياسية. المعركة هي معركة سياسية بالدرجة الأولى وفي المقام الأول، ربما يأخذها النظام إلى وجه طائفي ويأخذها مرة أخرى في العنف وغيرها من الأوجه. المعركة السياسية، النظام قد فشل طوال 7 سنوات أن يصفي هذا الحراك، والآن يعتقد واهما بتغييب سماحة الشيخ في إقامته الجبرية بأنه سوف يتمكن من الاستفراد والقضاء على هذا الشعب. الشعب هذا لا يستكين ولا ينهزم لعدة أمور، سوف أشير في عجالة من أمري لماذا لا يستكين ولماذا. هو شعب قد مارس النضال لسنوات عديدة وقد خبر هذا النظام ولاعبه. ففي هذا الجانب على المعارضة في الخارج أن بعد أن اتفقنا في هذه الرؤية ومطلوب الاستفراد بالساحة وقمع الحراك بعد تغييب الشيخ، علينا أن نمارس الدور، أن ننهض بالحراك أكثر في الخارج، وأن نتكامل مع الداخل بأن يكون صوتنا أعلى وأن يكون حراكنا مكمل في الداخل، وأن نبتدي أن نبحث عن الوسائل التي ترفد الحراك من الداخل، وأن تم لا قدر الله تغييب سماحة الشيخ. وفي الختام أفضل الصلاة على محمد وآل محمد.